في يوم الأحداث، يوم استشهدوا الولدين، الساعة تقريبا 3 يعني 2:30 لحد 3 كان في الاثنين مستشفى. إطلاق النار ما كان بالجهة اللي كانوا عليها الشباب، اللي يضربوا عليها دار الشباب في الأول. لما استشهد الشاب أو أصيب الشاب ما كان في إشي بجري، يعني كانوا مضربين الجيش كمية من القنابل الغاز، وبالتالي الشباب تراجعوا لورا باتجاه الكازية محطة الوقود. لاحقا رجعوا 2 شباب وفجأة واحد وقع منهم على الأرض، تبين أنه مصاب برصاصة. طبعا سمعنا احنا صوت طلقات حي، 4 طلقات بالضبط اللي سمعناهم، سقطوا منها 3، واحدة ما عرفنا يعني ما اجت في حدا، ولكن 3 من 4 رصاصات حي نزلوا في 3 شباب، 3 أولاد من اللي كانوا موجودين. في اللحظة اللي كانت فيها الإصابات والاستهداف ما كان في إشي يعني اشتباك أو رمي حجارة أو إشي، بالعكس كانوا الشباب متراجعين كتير. الجهة اللي وقعت منها إطلاق النار على الأغلب هي الجهة اللي في ساحة عوفر، الجهة الشرقية من ساحة عوفر، في زاوية هناك ممكن إن منها، وهذا أكيد جداً.